اما لا عجيب غريب. عرض اليوم على تابلت الاطفال التعليمي ب 2000 من شركه جيتوم. التابلت ياتي باللونين الوردي واللون الازرق. ياتي بشاشه كبيره، حجم الشاشه 10.1 بخاصيه الاي بي اس. ياتي بكاميرا اماميه وكاميرا خلفيه، ايضا مع قاعده وكفر لتثبيت التابلت. ذاكره الجهاز 32، الرام 2، يمكن اضافه ذاكره خارجيه تصل الى 64. التابلت ياتي باحدث اصدار من اصدارات الاندرويد الاصدار العاشر، ايضا ياتي باللغه العربيه بالكامل. يقبل ايضا تحديثات للنظام. ياتي بطاريه كبيره، حجم البطاريه 5100 ملي امبير، ومحمل مسبقا تطبيقات التواصل الاجتماعي كاليوتيوب، الواتساب، الفيسبوك والعديد من التطبيقات، ايضا محمل الراديو، ويمكن اضافه تطبيقات والعاب من خلال متجر بلاي. التابلت جدا ممتاز ومميز في استخدام منصه مدرستي من خلال المتصفح، جدا متميز ايضا من خلال تطبيق التيمز، يخلو من اي مشاكل مثل ما احنا شايفين. جهاز جدا رائع وسريع. ايضا محمل مسبقا تطبيق هلا بيبي الخاص بالوالدين، تطبيق جدا رائع. هلا بيبي. من خلال التطبيق يمكننا تحديد وقت استخدام الطفل للتابلت من خلال الاعدادات الوالدين، ايضا من خلال يوجد العديد من الاقسام مثل حديقه الدراسه، حديقه الاطفال، المتصفح الامن، وسوق للاطفال من عمر سنه الى 13 سنه. تطبيق جدا رائع. للخروج من نافذه التطبيق عن طريق الايقونه التي على اليمين تجينا مساله حسابيه، نحل المساله الحسابيه ومن ثم نعود الى واجهه التابلت الرئيسيه. التابلت جدا رائع ومتميز. نشوف مع بعض ملحقات التابلت. في جدار ثلاثي مع كيبل الميكرو وستيكر حمايه للشاشه، ستيكر قزاز. كتالوج باللغه الانجليزيه للطلبه اعزائنا الكرام. زياره معرضنا في المدينه المنوره او زياره موقع عجيب غريب على الانترنت، والشحن مجاني لجميع مدن المملكه.